السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن طريقة عشان الطفل يبدأ يتعلم البرمجة هو البرمجة بدون كود، اللي هي البرمجة المرئية، اللي هو إن هو بيسحب بلوكات ويوصلها ببعض، فهو بيستوعب الفكرة، بيستوعب فكرة اللوب، فكرة التكرار، فكرة إن هو يدي أوامر للآلة، إن الآلة لازم ليها لغة خاصة بيها. فأفضل حاجة في الموضوع دوت شوية المواقع اللي إحنا هنتكلم فيهم. بداية لازم نبدأ بلغة سكراتش، لأن دي تبع معهد MIT، وهي تعتبر ده الأساس اللي اتبنى عليه بقية الموقع. دي فكرة سهلة جدا سكراتش. كل الحاجات دي احنا شرحناها بالتفصيل، كل الموقع اللي اتكلمنا عنها اللي هنتكلم عنها النهاردة احنا اتكلمنا عنها وشرحناها بالتفصيل، لكن بنحاول ان احنا نلخص الفكرة. هي كل الفكرة ببساطة ان انت بتبدأ تحرك، يعني ده مثلا العنصر ده انا عايز ان هو يبدأ يتحرك، فببدأ اقول له مثلا event، يعني لما نبدأ ليجو العلامة ديت يبدأ يعمل ايه. ممكن تقول له مثلا ابدأ اتحرك 13 خطوات مثلا، تقدر تغير الرقم دوت، وتقول له مثلا بعد كده لف بزاوية كذا، تمام، وبعد كده روح مثلا راندوم بوزيشن. طيب ابدأ شغل، هيبدأ ينفذهم بالترتيب، تمام. شغل تاني، بدل شغل تاني ممكن تعمل حاجة زي لوب كده، ان هو يفضل يكرر الموضوع ده مثلا لمدة 10 مرات، تمام. ممكن بقى تبدأ تديله وقت معين بحيث ايه ان هو ما يبقاش سريع. الميزة برضو ان الأداة الجميلة ديت وفيها شرح كتير، يعني هي مشروحة بالتفصيل على القناة اهو، هتلاقي شرح كتير جدا للغة السكراتش، دروس كتيرة جدا بالترتيب ومنظمة، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو ان شاء الله. طيب في وورد سكراتش دي موجود منها تطبيق على الموبايل، فلو انت عندك ايباد او ايفون او اي هتقدر ان انت تشتغل بيها، تابلت هتبدا تشتغل بيه وتقدر ان انت تشتغل بيه بسهوله جدا. الفكره ان هو يتعلم البرمجه ويبقى بيحبها، ماشي. في برضه حاجه اسمها ام بلوك، ام بلوك قايمه على سكراتش لكن فيها شويه مزايا على اللي هناك، يعني هم خدوا الحاجه وبدأوا يطوروا فيها. فيها مثلا انت تحط مثلا بلغه البايثون تقدر تكتب، وبعد كده تشوفها لو هي بلوك هتبقى عامله ازاي او العكس. في برضو جزء كبير جدا في الذكاء الاصطناعي، وفي جزء خاص ببرمجه الروبوت وهكذا، فبتدي قدره كبيره جدا. في جزء كبير جدا الماشين ليرنينج، الحاجات دي كلها اللي احنا اتكلمنا فيها شرحناها بالتفصيل، يعني لو جيت هنا في الكورسات هتلاقي ان احنا شرحنا الذكاء الاصطناعي من خلال البرمجه بدون كود اكتر من مرة وعلى اكتر من موقع، تمام. وازاي ان انت تقدر تعمل ترسم من خلال البرمجة المرئية ازاي، يعني في شوية دروس كويسة جدا. في مثلا ازاي ان لما اشغل الكاميرا هو يبدأ يلقط وجهي ويبدأ يعرف ان انا بضحك ولا زعلان ولا كل الحاجات دي تعلم الالي اهوت. طيب فام بلوك برضو من الموقع القوي جدا، ده موقع حلو قوي لو انت عندك مثلا تقدر تبرمج بيه روبوت، تقدر تبرمج بيه اي حاجه من الاجهزه الالكترونيه، تقدر الطفل يفهم الدوائر الكهربائيه، الحاجات دي كلها، وكل الحاجات دي بسهوله شديده جدا، وده برضو هنشرحه بالتفصيل. في برضو ده خاص ببرمجه الروبوت، تمام، بلوكلي، وده خاص طبعا لو اي حد حب ان هو يتعلمها هيستمتع بيها وهيلاقيها جميله جدا، تمام. هي مخصصة اكتر للاطفال لكن طبعا الكبار برضو يقدروا يتعلموها، ويبقى مدخل ان اي حد يخش في مجال البرمجة. طيب لو انت عايز كورسات بالعربي، الكورس بتاع ادراك موجود، هسيب لكم الرابط بتاعه برضو اسفل الفيديو، تمام. دي برضو من الحاجات الجميلة. الموقع بلوكلي بص بدأ هو بالترتيب اهوت، يقول لك مثلا ايه ابدأ مثلا بدي، هتلاقيها سهلة جدا وتافهة. طب خلصتها خش في دي، خلصتها خش في دي، وهكذا لحد ما في الاخر تلاقي نفسك طلعت بشويه معلومات حلوه في البرمجه، تمام. يعني هنا مثلا بيبدا يقول لي مثلا ابدا وصل ببعض الصوره كم رجل كذا كذا، تمام. فبيبدا مثلا يقول لك الدقه اهي البطه حطها هنا مثلا، تبدا تدي له معلومات وتبدا تعمل شيك انسر هل فعلا المعلومات دي صحيحه ولا غلط، تمام. تبدا تديله البرمجه، فالطفل يبدا يفهم فكره البرمجه، تمام. ده هنا دق، هنا مثلا البي، ودي هنا ودي الكات. تبدا مثلا ايه هنا العسل مثلا،
هي كام رجل؟ ولما تخلص خالص تقول له تشيك انسر ويقول لك الحاجه صح ولا غلط. الموقع ده من المواقع الجميله جدا، وشرحناه برضو على الموقع، بيخليك تبرمج تطبيق على الموبايل. يعني انت بتبرمج بسهوله جدا تطبيق على الموبايل، وممكن تعمل موقع من خلاله، كل ده من خلال البرمجه بدون كود، ان انت تسحب وتحطه هكذا تلاقي الابليكيشن بتاعك اتعمل. هو ابليكيشن حقيقي تقدر تعمل له داونلود، وتقدر تحطه على البلاي بتاع جوجل وكل حاجة، وسهل جدا ان تقدر تبرمج كله من غير ما تحط كود. ولو عايز تحط كود بيبقى كود بسيط، يعني مجرد بس انت تخصص الحاجة اللي انت عايزها. او بالشكل دوت هتقول له continue. دي تطبيقات انا كنت عملتها زمان. وكل اللي عليك ان انت دراج اند دروب، مجرد بس ان انت تختار الاداة تمام وتبدأ ان انت تسحب يبدأ يعمل لك التطبيق. وحتى البرمجة بتاعته سهلة جدا تمام، يعني لما تدخل في الجزء بتاع البرمجة بتلاقي الموضوع ما فيهوش اي تعقيد خالص، زي السكراتش كده، بتبدأ بس توصل الحاجات ببعض تمام. تقدر تختار هنا مثلا اني مشهد اللي انت عايز تبرمجه، وتبدأ تسحب تقول مثلا انا عايز ليبل اهو، عايز كذا. طيب بعد ما تبرمج بتدوس مرتين تدخل تدي البرمجة اللي انت عايزها. هنا ده الجزء بتاع الديزاينر، تخش على جزء البلوك وتبدأ تبرمج فيه زي ما انت عايز. برضو من الأماكن اللي بتدي كورسات كويسة موقع اسمه كراس، فيه شوية كورسات خاصة بالأطفال، فممكن تبدأ يتعلموا منها. ده برضو كوتسيكا، بيبدأ برضو فيه كورسات برمجية سهلة جدا، تبدأ من سكراتش. ماينكرافت، ماينكرافت لعبة جميلة. سكراتش، برمجة الروبوتات، اب انفنتور، بايثون، بايكرافت، وهكذا. هنا برضو موقع اسمه جود مانكي، بتبدأ ان انت تفتح الدرس، تبدأ ان انت تتعلم ازاي تبرمج. بيكتوبليكس ده برضو فيه حاجة جميلة جدا، هو تقدر تشتغل اونلاين على البلوك كودينج والبايثون، ولو انت مسطب البرنامج تقدر تشتغل على الماشين ليرنينج انفايرومنت والاي ار والفي ار لسه هيبدأ قريب. طيب انا دلوقتي اخترت مثلا الكود بلوك، لو جيت هنا احنا برضو شرحنا حاجات كتيرة جدا منه، شرحنا مثلا في سيكشن، شرحنا الكمبيوتر فيجن، شرحنا الاوبجكت ديتكشن، الهيومن بودي ديتكشن، الحاجات دي يعني ممكن ندي فيها شرح عميق للناس بتعمل ماجستير ودكتوراه بالساعات. لكن لما بنشرح للاطفال الواحد بيكون مستمتع لانها حاجه لذيذه وبتنمي الطفل، ومشروح الحمد لله للحاجات ديت. يعني لو جيت هنا هتلاقي اظن اخر كورسات كنا ركزنا عليها تمام. دي كود سبيس، ده برضه كود سبيس، ده برضه من الحاجات الحلوة قوي السهلة جدا بالمناسبة للأطفال. بيكتو بلوكس برضه. طيب خلينا بقى نروح للموقع دوت. الموقع ده بتقدر تعمل بيه حاجات ثلاثية الأبعاد تمام، بمجرد إن أنت بتربط الحاجات ببعض فيقدر يعمل لك أشكال كتيرة ومتنوعة بأسلوب جدا سهل جدا وبسيط تمام. وتقدر تصدرها لل STL، STL على اساس ان انت ممكن لو عايز تطبعها على طبعة ثلاثية الابعاد تمام، او تطبعها على اوبجكت، او يعني في كذا امتداد تقدر تصدر بيه. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا وبسيط، وتقدر تبعت الفيديو ده لاي طفل بحيث ان هو يبدأ معانا في الكورسات، وهسيب لك الرابط اسفل، الرابط كلها تبقى موجودة اسفل الفيديو، بحيث لو انت عايز تبدأ تمام ممكن تستعين بأي منصة من اللي احنا قلناها عشان تتعلم عليها، وكلها حاجات كويسة. هنا الفيديوهات مترتبة، مثلا سكراتش في موقع حلو قوي، أو لعبة اسمها كوديو، دي لعبة جميلة بتخلي الطفل يتعلم البرمجة بشكل سلس جدا وسهل تمام. أتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو، ولو في أي أسئلة ياريت تقولولنا، وإن شاء الله يعجبكم الكورسات بإذن الله. السلام عليكم.